نادي الزمالك. بيدرس المدرب البرتغالي فيريرا مدير الفني استمرار الدفع بيوسف اسامه نبيه لاعب الفريق بشكل اساسي في مباراه المقاولين المقبله. المباراه هتكون يوم الاحد اللي جاي ضمن منافسات الاسبوع التاسع من مسابقه الدوري الممتاز. فيريرا مقتنع جدا بقدرات يوسف اسامه نبيه في قياده الخط الامامي للفريق بعد اكيد ما اللاعب اثبت احقيته وجدارته في المباريات اللي شارك فيها واخرها لقاء حرس الحدود الماضي اللي شارك فيه اللاعب اساسي واستطاع كمان افتتاح اول اهداف الفريق في الدقيقه 15 من عمر المباراه، والمباراه انتهت بفوز الزمالك برباعيه نظيفه. طلب بقى كمان فيريرا من يوسف اسامه نبيه مواصله المستوى الجيد اللي ظهر عليه وبذل اقصى جهد في تدريبات الجماعيه، واكد ليه ان هو اصبح بالنسبه له من العناصر والركائز الاساسيه في صفوف الفريق اللي ما يقدرش المدرب يستغنى عنهم، وحذره في ذات الوقت من التهاون او الغرور، خصوصا ان ما فيش ولا لاعب ضمن مكانه في التشكيل الاساسي في ظل عمليه التدوير اللي بيقوم بيها المدرب في الفريق دلوقتي عشان يحاول يريح اللعيبه ومحدش فيهم يتصاب. حسب كمان البرتغالي فيريرا ملف الراحلين عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في الانتقالات الشتوية بداية من يناير القادم. بيرفض بقى المدير الفني رحيل يوسف أسامة نبيه سيد عبد الله نيمار محمد أشرف رؤى عن صفوف الفريق في يناير، وعايز اقول لكم ان الثلاثي يوسف اسامه نبيه وسيد عبد الله نيمار ومحمد اشرف رؤى تلقوا عروض من الدوري المصري للرحيل عن صفوف الزمالك في الفتره المقبله من الانتقالات، وده اللي رفضه فيريرا بشكل نهائي. رفض ان هو يسيب الثلاثي ويرحلوا عن الفريق لتاكيد اكيد استمرارهم مع الفريق في الموسم الجاري. لسه مع اخبار نادي الزمالك، وبتسعى اداره الكره بنادي الزمالك برئاسه امير مرتضى منصور الى تلبيه طلبات فيريرا لتدعيم صفوف الفريق خلال يناير المقبل، وطلب كمان المدرب البرتغالي التعاقد مع مدافع قوي خلال الماركاتو القادم في ظل غياب طبعا محمود حمدي الونش الطويل جدا عن الملاعب بسبب الاصابه. دخل كمان مصطفى كروشه مدافع امبي حسابات كده مسؤولي الزمالك التعاقد معاه في الفتره القادمه تحسبا لفشل اتفاق مع سموحه حول طبعا قطع اعاره محمود شبانه وعودته الابيض من جديد، وبينتظر مسؤولو الزمالك رد فيريرا على الصفقه قبل الدخول في مفاوضات رسميه مع اداره النادي البترولي للتعاقد مع اللاعب. بيواصل كمان السنغالي ابراهيم انداعي لاعب الزمالك برنامجه التاهيلي الموضوع ليه من قبل الجهاز الطبي للفريق على هامش اكيد المران الجماعي للفريق خلال الساعات الماضيه. خاض انداعي مجموعه من التدريبات التاهيليه تحت اشراف دكتور عمرو المطراوي اخصائي التاهيل بالجهاز الطبي للفريق لتجهيزه في التدريبات الجماعيه.